جرح أطفال بهجمات جوية ومدفعية لروسيا وقوات الأسد على مناطق سكنية بريف حلب وإدلب. استنفار عسكري على الحدود الشمالية للأردن وغارات جوية تستهدف مخابئ مهربي المخدرات جنوب سوريا. منظمة جول تنذر بإيقاف الدعم عن محطات المياه في إدلب وسط مخاوف شعبية من قطع المياه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء. صعدت قوات الأسد وروسيا من قصفها بالمدفعية الثقيلة والصواريخ اليوم الثلاثاء على أرياف إدلب وحلب تزامنا مع غارات جوية روسية على المنطقة، واستهدفت طائرات حربية روسية محيط قرية القنيطرة والشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي التي أدت إلى إصابة طفل بجروح، فيما أصيب طفلين اثنين بقصف مدفعي من قوات الأسد على بلدة الأبزمو غربي حلب. هذا وقصفت قوات الأسد بصواريخ من نوع جولان محيط بلدة معارة النعسان، ترافق القصف مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة أيضا محاور باصوفان وشمالية دارة عزة ومحيط قريتي كفر تعال والقصر من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. ومعنا عامر عاصي مراسلنا من إدلب، حياك الله عامر، ما هي آخر التطورات الميدانية في مناطق القصف؟ نعم وبعد تحية لك وللسادة المشاهدين، الحقيقة قوات النظام تقوم وتجدد قصفها على أرياف إدلب وريف حلب الغربي، أما اليوم قامت الطائرات الحربية الروسية بقصف ريف إدلب الغربي منطقة القنيطرة والشيخ يوسف ما أدى لسقوط جريح طفل واحد في هذه المناطق التي تكررت عليها الغارات الحربية الروسية. قصفت الطائرات الحربية أكثر من غارة على منطقة القنيطرة. هذا القصف الحقيقة هذه الغارات الحربية تتزامن مع قصف القذائف على الجنوبي وريف إدلب الشرقي، كما سمعنا منذ لحظات هناك صوت إسعاف، هذه الإسعاف قد تكون قادمة من ريف إدلب الجنوبي بسبب القصف المدفعي الذي يتكرر على هذه المناطق. هذه المناطق مأهولة بالسكان، يوجد بها أعداد كبيرة من سكان في ريف إدلب الجنوبي، يوجد عدد من القرى، هذه القرى محاذية لخطوط التماس وتقوم قوات النظام ما بين الحين والآخر باستهدافها بالقذائف المدفعية. أما بالنسبة لريف إدلب الشرقي أيضا تتعرض القرى والبلدات لقصف ما بين الحين والآخر من قبل مدفعية قوات النظام. الطائرات الحربية الروسية ما بين الحين والآخر تقوم باستهداف مواقع بعمق المنطقة بالقرب من مدينة إدلب وريف إدلب الغربي. هذه المناطق كلها تتعرض للغارات الحربية الروسية ورافق هذه الغارات قصف ما بين الحين والآخر. نعم عامر، ريف حلب الغربي. نعم عامر، لو تحدثنا عن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق. الحقيقة هذه المناطق تعرض للقصف، يجبر الأهالي على الخروج منها ما بين لهدوء حدة القصف. أحيانا يكون القصف مكثف على بعض القرى، يخرج الناس من القرى لساعات ثم يعودون إلى منازلهم وقراهم لأن القصف أحيانا يطال كافة القرية وكافة المنطقة المستهدفة. الحقيقة الأوضاع الإنسانية صعبة جدا لأن جل المناطق التي تتعرض للقصف لا يقدم لها مساعدات من قبل المنظمات الإنسانية ولا يوجد بها خدمات نتيجة القصف المستمر ما بين الحين والآخر. أشكرك عامر عاصي مراسلنا من إدلب. شنت الطائرات الأردنية غارات على مخابئ داخل الأراضي السورية يستخدمها مهربو المخدرات وفق رويترز، كما نقلت عن مصادر استخباراتية ارتباط المهربين بالميليشيات الإيرانية المنتشرة جنوب سوريا. تطغى القذائف الإسرائيلية على غزة والدم الفلسطيني النازف فوق أرضها على أفعال إيران في الشرق الأوسط، لتضع ميليشياتها المنتشرة جنوب سوريا في مواجهة مباشرة مع القوات الأردنية
هذا الأسبوع من أجل تمرير شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة. خاض الجيش الأردني 5 معارك على الحدود مع سوريا. الجيش الأردني أعلن عن إلقاء القبض على عدد من المهربين، نشر صوراً لـ8 منهم، كما صادر قرابة 5 ملايين حبة كبتاجون و13 ألف كف حشيش، وفق مصدر عسكري أردني، حيث وصفها بأكبر محاولة تهريب على الإطلاق، مؤكداً أن أسلحة أوتوماتيكية وصاروخية كانت من بين الشحنات التي أراد المهربون إدخالها إلى المملكة. وكالة رويترز نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن الأردن شن غارات جوية داخل الأراضي السورية استهدفت مخابئ مهربي المخدرات المدعومين من إيران. وأكدت المصادر لرويترز أن عشرات المسلحين المرتبطين بالميليشيات الإيرانية حاولوا عبور الحدود السورية الأردنية حاملين قاذفات الصواريخ والمتفجرات والألغام المضادة للأفراد. وكان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة أكد أن مشروع إيران فشل حتى الآن في دخول الأردن، كما حذر سفير المملكة الأردنية السابق لدى طهران بسام العموش من السياحة الدينية للإيرانيين إلى الأردن، ضاربا سوريا ولبنان والعراق كأمثلة على تغلغل إيران داخل المجتمعات بطرق مختلفة. تبقى إيران تنشط سياسيا وعسكريا واجتماعيا في الشرق الأوسط، مستهدفة دولا عربية لاستكمال مشروعها الرامي إلى السيطرة على المنطقة، مثيرة حروبا طائفية كما في العراق، وأخرى داعمة حليفها بشار الأسد في سوريا، فيما توجه حربا ترتكز على تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن ودول الخليج العربي وربما إلى دول أخرى في مراحل قادمة. وفي سياق متصل، أعلن جيش سوريا الحرة مصادرة شحنة من المخدرات مخبأة قرب مخيم الركبان في البادية السورية كانت معدة للتهريب إلى الأردن. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في جيش سوريا الحرة أن كمية المواد تتوزع ما بين 20 ألف حبة كبتاجون و60 ألف كف حشيش وكيلوغرام من الكريستال، مبينا أن الجيش أتلف كامل الكمية المصادرة من المخدرات والحشيش. ونقل موقع حصار عن الجيش أن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى الأردن ومن ثم إلى دول الخليج. قتل 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة جراء غارة جوية مجهولة استهدفت مزرعة في بلدة ذيبين بريف السويداء وفق شبكة السويداء 24 المحلية. وأفادت الشبكة بأن المزرعة المستهدفة يقيم فيها المدعو أبو جمعة الحمادة وعائلته، وهو من عشائر قرية الأصفر ويعمل في رعاية المواشي. كذلك تعرض منزل المدعو شاكر الشويعر في قرية أمشامة جنوبية شرقية السويداء لغارة جوية، حيث يعتبر الشويعر من الضالعين في تجارة المخدرات. وشهدت المنطقة حركة نزوح مؤقتة للمدنيين من قريتي أمشامة والشعاب باتجاه قريتي ملح والهواية تخوفا من تجدد الغارات، حسب شبكة السويداء 24. دخل الاتفاق بين قيادات منطقة جاسم في درعا وقوات الأسد حيز التنفيذ ظهر اليوم الثلاثاء وفق ما أفاد به تجمع أحرار حوران. وأوضح التجمع أن الاتفاق ينص على انتشار قوات الأسد لنحو 2 ساعة في بعض الطرقات الرئيسية بالمدينة، ومن ثم يجري انسحاب كافة التعزيزات من محيط المدينة بشكل كامل، وبعدها ستفتح كافة الطرقات أمام المدنيين، وذلك وفقا للاتفاق الذي جرى أمس بين قيادات جاسم وضباط سلطة الأسد. وشهدت مدينة جاسم خلال الأيام الماضية توترات كبيرة بين الأهالي والمجموعات المحلية من جهة وقوات الأسد من جهة أخرى. بعد خروج الأخيرة من المدينة ومحاصرتها من الخارج ومنع دخول وخروج المدنيين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عبر عروض ثقافية وفنية، جامعة اسطنبول تحتفل في اليوم العالمي للغة العربية.
أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء. أنذرت منظمة جول الداعم الأول والوحيد لمحطات المياه في إدلب أنها سوف تنهي مشاريع الدعم عن محطات نهاية الشهر الجاري بشكل كامل. التقرير والتفاصيل. أزمة جديدة وشيكة الحصول تهدد سكان إدلب. أنذرت منظمة جول المانحة الوحيدة لمحطات المياه بنية إيقاف الدعم الكامل عنها نهاية هذا العام، ما أثار قلق سكان المدينة، لأن توقف الدعم يجبرهم على دفع تكاليف مقابل المياه بعد أن كانت تصلهم بشكل مجاني. قطع الماء عن مدينة إدلب ولا ريف إدلب يعني بسبب مشكلة كبيرة، يعني هلا واحد بدون مي ما بيقدر بيعيش. كلتنا طبقة فقيرة، ما والله في على حال المادي زيادة أنه يدفعوا مثلا مشان المي. بنتمنى من شركة جول أو المعنيين بالمحافظة أنه يتصرفوا، أنه مشان إذا بدي أقطع المي لا، هذا شيء مرفوض كتير. بالتالي انقطعت المياه، فبدي أصير أنا أشتريها بالصهريج أو عن طريق العداد، خلينا نقول إذا حدا ضخ مياه عن طريق العداد، فدفع ثمن العداد هذا مرهق لأغلب العباد. ما له مدخول يومي تأثير كبير، يعني اليوم الألف المتر مي حق 75 ليرة، تخيل واحد يومي 80 ليرة روح يحط حق مي، والله يعني تأثير كبير للشعب، يعني المي أساسيات مثل الخبز. تقف مؤسسة المياه عاجزة عن إيجاد حلول بديلة تسد ثغرة وقف الدعم عن المحطات، إلى أنه ليس بوسعها سوى التواصل مع الجهات التي من المحتمل أن تقدم الدعم. ويعتبر السكان أن هذه المساعي أقبح من ذنب، ويقولون أن مسؤولية المؤسسة صناعة الحلول لا صناعة المبررات. لأن احنا بالنسبة لنا كدراسات قدمناها المنظمات وفي يعني في إشارات، لكن ما يعني أكيد 100%، لكن في حال وجدوا رح يقوموا هني بالعمل بالتعاون معنا، في حال ما أجوا فنحن ما نقوم بالعمل أكيد. وقف الدعم عن محطات المياه يهدد أهالي إدلب، لأن جل السكان غير قادرين على تحمل أعباء إضافية، وخاصة أنها ضرورة أساسية لا يستطيعون الاستغناء عنها، ولا يستطيعون سد الحاجة وتأمين الكلفة التي تترتب عليهم شهريا. بالتزامن مع قرار وقف المساعدات الإنسانية المقدم من برنامج الأغذية العالمية WFP، تنذر منظمة جول بتوقف منحتها الشهرية عن محطات المياه في إدلب. سيناريوهات جديدة تثير مخاوف السكان. عامر عاصف لقناة حلب اليوم، إدلب. نظم عدد من الناشطين المهجرين من مدينة حلب وقفة في مدينة إدلب في الذكرى السابعة لتهجيرهم من المدينة بعد حصار استمر لعدة أشهر، حيث حملت الوقفة عنوان عائدون والأسد زائل. بالذكرى السابعة لتهجير أهالي مدينة حلب، قام نشطاء وثوار حلب بتنظيم وقفة احتجاجية صامتة. شكلت هذه الوقفة نقطة تلاقي للنشطاء والثوار في محافظة إدلب. حملت هذه الوقفة عنوان عائدون والأسد زائل، حيث اجتمعت الشخصيات البارزة والأصوات الفعالة التي شاركت في النضال من أجل الحرية والعدالة. تبادل المشاركون القصص والتجارب حول الصمود والتحديات التي واجهوها خلال رحلة النضال والتصدي للتهجير القصري. شكلت هذه الوقفة مناسبة لإعادة تأكيد العزم على العودة إلى حلب وإعمارها بعزيمة ثابتة. ينضم إلينا الآن أحد المشاركين في هذه الوقفة ليحدثنا أكثر. يعطيك العافية. الله يعافيك. حدثنا عن الوقفة. نحن هون طلعنا اليوم، وقفنا منشان نحن نأكد للعالم على وجودنا هون، وأنه نحن ما نسينا حلب ولا نسينا جرح حلب. بعد 7 سنين تهجير نحن لسه مستمرين على الضرب وما رح نحيد عنه، رح نرجع لحلب إن شاء الله. يعطيك العافية. تتصاعد الرموز والصور التي ترمز إلى الصمت المؤلم، مظهرة إصرارهم على مواصلة النضال من أجل حقوقهم وحريتهم. هذه الوقفة تجسد روح المقاومة والإرادة الصلبة للعودة إلى أراضيهم المحررة، مؤكدة على استمرار النضال حتى تحقيق العدالة والحرية التي يصبون إليها. أحمد يد، حلب اليوم، مدينة إدلب. ومعنا السيدة ميساء المحمود الناشطة الثورية من مدينة حلب معنا من أعزاز، حياك الله. لو تضعين في صورة الفعاليات التي قمتم بها والتي سوف تقومون بها بمناسبة ذكرى التهجير من مدينة حلب.
أنا ميساء من حلب. بعد 7 سنين ما قدرنا ننسى حلب، ما قدرنا ننسى روح حلب، وعنا لسه أمل إنه نحن ممكن نرجع لبيوم من الأيام، وهذا الأمل موجود عند كل الناس اللي نزحت من كل المحافظات. هلأ تأكيد 7 سنين من 15-12 هذا الذكرى المؤلم، التحضيرات للباصات لحتى طلعوا أهلنا. بتذكر هذا اليوم، كنت موجودة، كان هذا اليوم مؤلم. نحن لما عمال بيصير كل سنة ذكرى هي تهجير حلب، ذكرى روحنا اللي راحت مع حلب، كنا عم نعبر فيها انه نحن ما زلنا متذكرين حلب، ما زلنا متذكرين انه نحن ثورتنا خسرنا فيها كثير، خسرنا الابناء وخسرنا، بس حسينا حلب هي وحدة من ابنائنا. فهي النشاطات اللي عم بيقوموا فيها الناشطين وثوار حلب، ويمكن حتى اللي لفت نظرنا بالوقفات ولفت نظرنا بالنشاطات اللي عم بيقوموا فيها، كثير من المحافظات عم بتشاركنا هاي الوقفة. يعني مثل ما نحن كثوار حلب عم نشارك المحافظات بذكرى تهجيرهم، كمان البقية، لأنه هي حلب قطعة من سوريا بتبقى. أنسة ميساء، لو تحدثين عن أهمية تنظيم مثل هكذا فعاليات في ذكرى التهجير من حلب. أهمية هاي أهمية الكبرى أنه نحن عم نذكر بعضنا ومنذكر الناس ومنذكر كل سوريا، حتى منقول للنظام نحن موجودين وما زلنا متطلعين أنه نحن بيوم من الأيام حنرجع لحلب. أنت إلى زوال بس، وأهل حلب حيرجعوا لحلب. هل هذا رأي جميع المشاركين في الفعالية؟ يعني إلى أي مدى ما زال المهجرون يتأملون بالعودة إلى حلب؟ طالما في شربانين مية حلب، وطالما روح حلب موجودة، وطالما تركناها وعيوننا لسه عم نطلع لورا، عم نطلع على حلب اللي تركناها، فعنا أمل كتير كبير إنه حنرجع. يعني الأمل ما زال موجود. الشكر لك ميساء المحمود الناشطة الثورية، كنت معي من أعزاز. نظم عدد من المحامين والناشطين الثوريين وقفة احتجاجية في مدينة عفرين ضد ما تعرض له الصحفيون يوم أمس الاثنين من اعتداءات أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالية حلب. من دوار النيروز وسط مدينة عفرين نتابع معكم هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء الثورة في مدينة عفرين للوقوف مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أمام قصر العدل أثناء تغطيتهم لمطالب نقابة المحامين الأحرار. كان هناك ردة فعل من الشارع في المناطق المحررة على هذا الاعتداء وغضب شعبي كبير. لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذه الوقفة وأسباب خروجها نلتقي هنا بأحد المحامين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أنتم طالعين بهذه الوقفة، ما هي رسالتكم وشو المطالب اللي وقفة اليوم؟ هي استمرارية لمظاهرة الأمس التي كانت عناوينها مكافحة الفساد وكف يد المنسق عن التغول في مرفق القضاء واستقلالية القضاء، استقالة الحكومة المؤبدة المنتهية ولايتها منذ سنتين. وما استجد اليوم هو دعم للأخوة الإعلاميين الذين تعرضوا لحالة خطف يوم أمس واعتداء سافر من قبل مفرزة عبد الرحمن مصطفى. قمنا بتنظيم وكالات قضائية لهم للادعاء على المجرمين المختطفين، ونؤكد على استمرارية هذه الوقفات وهي مستمرة حتى تحقيق مطالبنا كافة في كافة أنحاء المحرر. مشكور استاذ، يعطيك الف عافيه. حياكم الله. نعم بالفعل تنديد واسع بما تعرض له الصحفيون من اعتداء كم الافواه ومصادره حريه الراي. الائتلاف السوري المعارض والحكومه السوريه المؤقته كانوا قد اصدروا بيان استنكروا فيه ما تم من اعتداء بحق الصحفيين، وايضا هناك فعاليات ثوريه واجتماعيه استنكرت هذا الفعل بحق الصحفيين. أحمد شمالي، حلب اليوم، عفرين. تشهد المراكز الطبية المجانية في الشمال السوري تزايدا في أعداد المراجعين في ظل غلاء أجور العلاج الخاص وارتفاع أسعار الأدوية. ازدحام كبير تشهده المراكز الطبية المجانية في الشمال السوري،
بسبب لجوء المرضى إلى المشافي والمستوصفات العامة جراء غلاء أجور المعاينات الخاصة وارتفاع أسعار الأدوية. مركز عزاز الصحي شمال حلب استقبل خلال تشرين الثاني الماضي قرابة 3000 مريض في زيادة تكاد تفوق قدرة المركز الاستيعابية. لدينا في مركز عزاز 1 عيادة داخلية بشكل يومي، بالإضافة لعيادة أسنان بشكل يومي، بالإضافة لعيادة أطفال بشكل يومي. يتواجد لدينا قابلة بشكل يومي تتابع الأمراض النسائية وتتابع الحمل والأمراض النسائية. يتواجد لدينا المركز أيضا مخبر تحاليل للتحاليل الدموية والتحاليل المطلوبة من قبل العيادات. أبو عمر مهجر من ريف حلب الغربي إلى مدينة عزاز، لجأ إلى مركز عزاز الصحي 1 لمعاينة حالة طفله الصحية. حاله كحال المئات يوميا الذين يقصدون هذا المركز، فالخدمات المجانية التي يقدمها إضافة إلى الأدوية تخفف عن أبي عمر بعض الأعباء المالية. جاي ابني على المركز الصحي أوسم لعينه، يعني عنده عينه هيك شوي متورمة، والصراحة نحن عم نلجأ لمراكز الصحية المجانية بسبب ضعف الدخل المادي وسوء الأحوال المعيشية، يعني سوء الأحوال المعيشية، يعني في عنا شغلات تانية مضطرين عليها ممكن تكون مادية أكثر من شغل الدكاترة. الحمد لله رب العالمين، مراكز الصحية بقدموا خدمات جيدة. رغم الضغوطات الكبيرة التي تشهدها المراكز الطبية المجانية، لكنها ساهمت على مدى سنوات بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأهالي وبشكل مجاني، لكن استمرار عمل هذه المراكز يبقى مرهونا باستمرار تدفق الدعم من المنظمات، والتي تشهد انسحابا تدريجيا من شمال غربي سوريا، ما يهدد بتدهور الواقع الصحي في حال أوقفت دعمها للمنشآت الطبية. يلجأ الأهالي هنا في مدينة عزاز إلى المراكز الصحية نظراً لما تقدمه من خدمات طبية وصحية هنا في هذه المراكز، تخفف عنهم قليلاً من الأعباء المادية خصوصاً مع دخول فصل الشتاء. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. للعام الثالث على التوالي تحتفل جامعة اسطنبول في 18 من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، عبر عروض ثقافية وفنية تعرف بالدول العربية. التقرير والتفاصيل. في اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف في 18 من كانون الثاني من كل عام، نظمت جامعة اسطنبول التركية احتفالا شارك فيه مركز الفارابي للدراسات وقنصلية المغرب والجمعية العربية وغيرها من المؤسسات. منذ التاريخ اللغة العربية طبعا مهمة بالنسبة للأتراك في تركيا وفي بلاد مختلفة بسبب الإسلامية، طبعا الكلمات المفردات مشتركة، لكن في السنوات الأخيرة إقبال شديد على اللغة العربية، يعني منذ 20 سنة تقريبا الإقبال الشديد بسبب التجارة والسياسة بين الدول العربية والتركية. طبعا اللغة العربية لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت في الاحتفال عروض موسيقية ومعرض للرسم، وعرضت فيه أيضا منتجات للدول العربية عبر طاولات تعريفية بالدول. طبعا نحن في كل سنة اعتدنا على أن نقيم احتفالية نحتفي بها باللغة العربية في يوم اللغة العربية ويومها العالمي، وفي كل سنة نستضيف دولة أو دولتين تمثلان الدول العربية، إضافة إلى وجود طاولات تعريفية بكل الدول العربية. رأينا في الحقيقة في هذه السنة أن نستضيف دولتين تمثلان فلسطين وتمثل المغرب بوصفها قد حدثت فيها مصيبة زلزالية أيضا قبل مدة، ولذلك أردنا أيضا عبر الاحتفالية هذه، ولا سيما أن هذه الاحتفالية يحضرها مسؤولون كبار في جامعة اسطنبول. ونحن اليوم نحتفل في يوم اللغة العربية، ونحتفل من أجل أن
نحسن من ارتباطنا مع اللغة العربية وتفاعلنا الدائم. ونحن نعلم أن اللغة العربية تشكل جزءا كبيرا من اللغة التركية منذ زمن كبير، منذ زمن بعيد. اللغة العربية يتحدث بها نحو 550 مليون نسمة حول العالم، منهم 300 مليون تعد العربية لغتهم الأم، و250 مليونا يتخذونها لغة ثانية، إذ تحتل المرتبة الرابعة بين لغات العالم بعدد المتحدثين بعد الصينية والإنجليزية والإسبانية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.